معقول يا عميل يا مسعود هالشي ماشي 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 معقول ويا رئيس يا مسعود هالشي ماشي معقول ويا عميل يا مسعود هالشي ماشي معقول ويا رئيس يا مسعود هالشي ماشي معقول ويا عميل يا مسعود هالشي ماشي معقول هاد المشكل عندنا من نهار دخلنا حنايا حنا دخلنا هذا كحل ترقيعي هاد الجمعية دخلنا لها كحل ترقيعي حنا دخلنا على أساس توظيف المباشر كان أنا ذاك توظيف مباشر بقينا في هاد المستنقع كان طالبوا بالإدماج في الوظيفة العمومية ودخلنا على أساس الإدماج خدمنا تطوع من ثم دوزونا للإنعاش خدمنا إنعاش دوزنا فيه سنوات إلى حين 2011 جات الجمعية كحل مؤقت وترقيعي لحد ما يشوفوا لنا حل وحنا احنا من 2011 وحنا غارقين في هذه الجمعية باقين فيها كان طالبوا بالزيادة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله منذ سنة 2011 ونحن نطالب بتسوية وضعيتنا المادية فمن العيب والعار أن الإنسان بقي يخدم ب 2280 درهم في هذا الغلاء ديال الأسعار وفي هذا الأغلبية فينا شيء الكيراء والماء والضوء وإلى غير ذلك من 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 مستلزمات الحياة لهذا فنحن نناشد المسؤولين باش يديروا معنا شي حل الله يجزيهم خير. شنو أنتم ديال شنو هو السبب ديالكم اللي وقع لكم؟ شنو هو المشكل ديالكم؟ المشكل ديالنا هو حنا كنقلبوا على سويه الوضعيه الماديه ديالنا ف 2280 درهم راه ما بقات كدير لنا حتى شي حاجه راه الاغلبيه فينا خمسه الاولاد كاري والموضة وخمسه الاولاد كي غادي ندير انا ندير مشنقه راه ما بقات كدير لنا حتى شي حاجه الاغلبيه فينا ما كاينش اللي عنده دارنا كلشي كاري راه كان لا اله الا الله كان كيما قال السيد حنا كنبداو نطلبوا ما شاء الله رانا انتم هذا العدد اللي العدد ديال المستخدمين في الجمعيه تقريبا ما هي اولا جمعيه اقليميه هذه جمعيه الحمايه للموارد البشريه جمعيه اقليميه فيها تقريبا واحد العدد ديال 400 مستخدم بالنسبه لاقليم بلديه بنقري فيها 171 بالضبط 171 وكاين اللي مات الاغلبيه ماتوا كاين اللي مسكين لاشا كاين اللي هبل كاين كله هذا زعما لا حول ولا قوه الا بالله الناس